بالنسبة لنا موجود عندنا خط اللي هو 144. نعم. وحقيقة تم نشر بوسترات تثقيفية في بغداد والمحافظات في الأماكن الحيوية. نعم. مثبت عليها الخط الساخن 144. بإمكان الاتصال والإبلاغ عن أي حالة أو معلومة متوفرة لدى المواطن. جيد. علما أن هذا الخط مفعل على مدار 24 ساعة. أو بالإمكان الحضور إلى الدائرة المعنية والتبليغ. طيب. تكلم عن 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 الخط وعن الاتصال او الرد او من عدم الرد. احد المواطنين قال انا اتصلت على من الوطني، اتصلت ما يردون. هاي وين المشكله سياده العميد؟ هو مثلا ليش ما يردون؟ او ممكن هذا الرقم ال 144 راح يكون الرد على مدار ال 24 ساعه لو بس وقت احنا الدوام. بالنسبه لنا سؤالك هذا يوجه الاخوان في جهاز الامن الوطني. جيد. لا احنا ال 144 خاص في وكاله الاستخبارات في وزارة الداخلية. اي يعني وقت الدوام لو 24 ساعة. الآن نعم 24 ساعة مفتوح. نعم. ولحد الآن عندنا 40 اتصال أدلوا المواطنين بها بمعلومات وتم اتخاذ الإجراءات بخصوصها.